بدأوا بالدرس تاعنا إن شاء الله كما وعدتكم المرة اللي فاتت. الأرقام، بون، الأرقام الحاجة الأولى طريقة النطق. إحنا ما دامنا قرينا الحروف وتعلمنا ننطقوهم، اللغة الإيطالية كيما تكتب الكلمة كيما تقراها، ما كاش هاداك زعما حرف ألافا ما ننطقوهش ولا نكتبوه ما نقولوهش. واش تكتب تنطق. هنا عندنا او اني او اونو تو سامبلومون. هنا عندنا لا دي لا او ولا اي دو وي انسي دو سويت. الوغ نبداو بالرقم واحد اونو، رقم اثنين دو وي، رقم ثلاثة تري، رقم أربعة كواترو. عندنا هنا دو تي تسمى شدة، كواترو كو أو أ تي تي ار أو كواترو. رقم خمسة تشينكوي، لا تشي لا إي لا إن لا كو لا أو لا إي تشينكوي. رقم ستة سي. رقم سبعة ست. رقم ثمانية أوتو. رقم تسعة نوفي. رقم عشرة دييتشي دي إي إي تي إي دييتشي. سهلين، تريبيتيهم اختار زوج تحفظهم. اونو دو تري كواترو تشينكوي سي ستة أوتو نوفي دييتشي. ونزيد نحفظكم هاد الارقام. بون لا بروشين فون نحط لكم واحد طابلو فيه لي نيميرو من 10 11 حتى الميل قاع بكيفية النطق وكاع. دونك حبسنا في الديس، نشوفو ديس بان طالونت كارونت سيكونت حتى المية. الوغ ديس قلنا دياتشي. عندنا عشرين فنتي، فنتي تلاتين ترينتا، ترينتا كيما مكتوبة كيما تقرا. حافظ الحروف النطق يجيك ساهل. أربعين كوارانتا. خمسين تشين كوانتا. ستين سانتا. عندنا دوزاس تسمى الشدة سي سانتا. سبعين ستانتا. ستانتا تمانين اوتانتا. تسعين نوفانتا. ميا تشنتو. دونك عندنا دياشي فنتي ترينتا كوارانتا cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta e cento. هادو ساهلين خاوتي، دبروا راسكم كيفاش تحفظوهم. ماركيو في الكاي اذا حفظوهم، دبروا راسكم وغير يتلفلك النطق الصحيح. عاودوا لي لا فيديو وربي يوفقنا ويوفقكم اجمعين. والسلام عليكم.